السلام عليكم ورحمة الله. أنا جيت تقولوا ما جيتش أنت. واحد قال لي الله يرحمك، واحد قال لي ياخذ الكيت كات ولا سنيكرز. وصاحبي راه تاني راني بنادم، واه ما ناخذش نهار الراحة ديالي. قعدت لكم واحد الفيديو ديال السحور، وعاد مشيت وكذا يا اخي. تعرفني كيفاش دابا البارح السبت، يعني السبت ايوا السبت كنت في الملاح في مراكش، كنت في الملاح مراكش مع هذيك الجمعية اليهودية تنفرقوا الكفافي على اخواننا المسلمين. فهمتي دابا كاينين جوج الناس اللي تيفرقوا الكفاف، كاين الملك وكاين الجمعية اليهودية ديال الملاح ديال مراكش. اما هادوك اعضاء البرلمان تيخوذوا القفه من الحلوه ديال افتتاح البرلمان، ما تيعرفوش حتى القفه في رمضان. ها الا كان شابعي فلوس كاين شحال بهم، شي 500 برلماني ومستشار، ها ما يقدروش حتى واحد 1000 درهم الواحد في العام يجمعوها ودي واحد مع منظمه خيريه تعاون الناس، تعاون الشراف، تعاون الدراري ولاد الخيريه والو. عرفوا ما غير يخطفوا. ها ايوا دابا هنا شنا كلشي اللي غاود على الملك، ما غاود تعطي الكفاف العباد الله. اليهود تقولوا اليهود تقولوا انا يهودي، تحياتي الاخوه اللي قالوا انا يهودي، ها هما تعطيكم الكفافي. والناس اللي ساكنين حداهم تقول الله يعمرها دار تنعيشوا معاهم. ايوا حنا التجارب ديالنا في الملاح ديال الدار البيضاء ما عندنا حتى شي مشكل مع اليهود. القهوه كاع القهوه ديال الطاسه كانوا شادينهم اليهود. ايوا شنو المشكل ديالكم دابا نتوما؟ واه عيقتوا عيقتوا عيقتوا. والاسلام راه شوف الحاجه، الاسلام راه ماشي هو اللي هو اللي هو اللي هذا. لا عندك شي مشكل، عندك مشكل مع الصياهينه. فرق بين الصياهينه واليهود، فهمتي؟ بحال ما عندنا في المغرب عندنا الصياهينه، واش تقول لهم؟ عندنا في المغرب بلا ما نمشي لاسرائيل، كاين في المغرب هم مغاربه ومسلمين. واه تقولوا مسلمين ما نعرف، فهمتي؟ ما تصدعش لك راه اليوم 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 الحل. واه ما شو معيك؟ الناس ما كتنحر تتلحوا من الديور، تتلحوا من الشراجم تيموتوا طلبه بالماستا ولا بلا ليسونس ولا ماشي تقول انتوما. ومساكين ما لقاوش خدمه وتيقتلوا راسهم. جا رمضان يشوف والدي حازق وحازق، واش يدير تقتل راسو؟ واه انت تشوف دابا انتحار عين بين عين بين عين بين عباد الله عين بين. والناس ما كتشكى، الناس تشكى عباد الله. النهار كله مصايمين، تيجيو من الخدمه محقورين، تيجيو يريحوا قدامك الطابله، تيشعل التلفزيون باش يشوف شي حاجه تضحكو. اش يديروا ليه بيبليسيتي بي ادفيرت ادفيرت بيبليسيتي تبع بيبليسيتي بي. واش عباد الله هاد الحكه ولا الحكاكه واش تقول لهم؟ ديك المنظمه اللي تراقب التلفزيون والاذاعه ما ما ما, ما عرفوش ممنوع دير انشاء يكون بيبليسيتي. واحد تابع واحد ممنوع، خصك كاين غير عندك غير واحد قدر معين في الساعة، فهمتي؟ ايوا شنو تعرفوا حنا في الانجليز؟ وانتم عندكم الحكاكة ولا الحاكة ولا شنو نقول يعني هاكا ولا ما هاكا العاقة. أيوة ما تتراقبش. واه الناس ما كتشكى عباد الله، تيجي راسو مريح هكا تيبقى يشوف هذا انوي هذا دومي هذا مك والو. مازالو كانوا دوك سمو دوك بيبسي تاع الشراب ولا تاع شي حاجه مزيان، واحد يقول الله غير يخرج نمشي نضرب واحد نضرب له واحد شي بيرات ولا شي لا شي هذاك البودر هذاك سمو شو تصونال. فهمتي؟ ما تقولش لي بان انت تبروموتي الخمر. لا 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 ما تنافقش هذاك اللي تيقول لك هو مسلم. تمشي بالليل بحال بعدا في الدربيه، تمشي بالليل تمشي للوازير تلقاهم كلهم تيضربوا الطاسه. ها تهوج المسجد القبر يضربوا الطاسه. هادو يقول لك لا اعوذ بالله من الكل منافقين منافقين. وما بقاش تعاود تكتب لي قول فيه الطربوش ولا الكاسكيت ولا هذا. ودابا الحال الصيف والشعر زوين، الناس قالوا لي عندك صلعه. فهمتي ودي تشوف كاين شي صلعه اخوتي. واحد قال لي صبغوا. ايوا انا لحقوا الصباغه، من الصباغه تقول لي ديال البوتوكس، من البوتوكس تقول لي ديال ها. ونبقاو حنا في هذا ريح ما تعيقش. حيدنا الطربوش لان النهار زوين يتبرع مع راسو. الانتحار الانتحار هذا عباد الله. نقول لك هذاك وزير الاوقاف ما قداش الشهريه ديال الوزاره والشهريه والخطفه اللي خطف حتى من المسجد اللي قدام اللي قدام ليدو. لا تقول الناس لا كورنيش لا كورنيش الجامع ديال القصر ديال القصر ديال الساعه اللي كاين تما، كاين واحد الجامع حداه هذاك الجامع. شكون مقابلو؟ باكم بالتوفيق
توفي ختم ما عند واحد 2 مليون في الشهر ياخذ من عند السعود ويخمق عليهم هذا لا لا واش هذا هو مقلع في ما كان شي حاجه هذا تيدخل له وياخذ الفلوس 20 عام بالخدمه بحال بحال داك اسمه بحال بحال داك اسمه هذاك الاخر العريشي هذاك العريشي اسمه ما عبد الدين واش سميتو فيصل فيصل وديك سميره سميره سطل سطل سطيل بحال بحال ما عرفتش شنو كاين هادو مقابلين هذاك رشيد شوها والممثلين مساكن ما يتخلصوش ما تيتخلصوش الممثلين الله يحشومه حشومه ما تيخلصوهمش قبيل تيشوف لك هذاك الناصيري ولا الناصيري هذاك السما سبيك انجلش مزي باك ثاني تيغوت عاوتاني تيغوت هذا مضحب مضحب بالاذاعات لانه ما تيخليوش يعمل البرامج ديالو تما خصك تدور مع هذا ودور مع هذا وتحس كابا تحس كابا خارج يوم الله يعطيهم الدق ايوا ما لهموش وعليه عليه ماشي ماشي الحقره ما قابلينهاش ما قابلينهاش عباد الله على شو عاوتاني واحد المالك هذا هذا المراكش جاب لي واحد الفيديو عاوتاني واحد المغربي قدام القنصليه ديال بيلباو باك يطلب الفلوس ما عندوش باش يدير الباسبور وفي اسبانيا خصك تقول لهم ديما عندك واحد شي ايدنتيتي فهمتي شي حاجه باش تبروفي بانك راك مروكي ناري وسهلا غنشوف نعرفو مروك ما عليناش مسكين حتى في القاعد وتيطلب هذا انا في يامي بكري ملي كنا باقي صغار شي واحد الدري ما نقولش سميتو ولد عمنا وقيلا كان يلا وقيلا العيشه اللي كانت وقيلا العيشه ولا داك الثامن وزان شكون اللي جاب على واحد فيهم اهلو اللي كانوا في السفاره والله العظيم ما مشى الباسبور طبعوا ليه عملوا لي تامبل فيه غراتي باش تعرف راه عندهم داك التامبل غراتي راه كاين عندهم فهمتي بشي يعطيك باسبور فابور فهمتي ولكن المغاربه تيعملوا البيع والشراء كنتي في الامريكان تي بحال في الانجليز تيقول 50 50 50 باوند ايوا واش 50 الف فرانك هي 50 باوند لا 50 درهم ماشي 50 درهم لا 500 درهم ما عرفتش 50 درهم واش هي 500 درهم شحال الباسبور ما عليناش يكون ديال مو باش ما بغا يكون فهمتي ما هذاك تيك بحال ايوا الباوند طالع من الدرهم وما يرجعوش لك الصرف وتيصرفوا واخا تقول لا ديال تبيعو تيبيعو في الدوفيز تبيعو في الدوفيز ديك القنصليه تنقول لك من هنايا انت داك عليك المكلف الباسبور ولا عليك المكلف الباسبور اللي حطك شي واحد من الرباط حالك تما بيستوني ديرو بيع الشرا في الفلوس او عملو الريت بحال البنكه كل سيمانه ديرو نهار اثنين ديرو الريت هالباوند هالدولار هالباوند هالدرهم هالدولار هالدرهم اسمو الفرون سويس بحاكا ماشي تقدر تقول لا هذا هو الثمن وتخشي في الفلوس انا نقول معلك الصرف تتشفروا ملي يجي واحد خصو باسبور تديروا ليه شوها وكاينه اعانه انا عارفه هذاك مسيو بوريتو بوريتو ولا بوريتاس هذاك بوريتو خصو شويه الشرميله ما عليناش بوريتو يا ما عرفتش باش ملك السيم لا بوراس لا بوريتاس اسمه ما بحال بحال وزير الخارجيه ما عندنا به علاقه غير السفاره والصحراء شكون اللي معنا ما عليناش قول لهم الله يرحم باك ديك القنصليه ديال بيباو ما يبقاش ويلي تشفروا ويلي عيقتوا هادو الناس اللي خدامين في القنصليات نعلت الله وعليهم عاد غنخدم حساب غندخلهم في الحساب مع الطاكسيات والسيكريتي والعدولات وشكون اللي باقي نسيتهم الطاكسي والكارديانات هادو اللي خدامين في القنصليه تا هما ديال الكلاب يا داك اللي باديكتون من تلاقى معاك باديكتون وتكلم معايا ديك الساعه تقود مزيان نقول لك من هنا فهمتي ما خايفش منك باش نخاف وصافي انا قربت الموت صافي اش بغيت عاونوا عباد الله حنا دابا الحمد لله اللي قلنا لك اخونا اللي في كندا قال لك راه قال لنا عندنا مليون ديال الحق وعندنا الذهب وديك واحد خونا كتب لي ثاني قال لي الغاز راه خرج ايوا دابا اخواني المغاربه دبروا شي بطاقات خاويه وسيروا عمروا الغاز فابور الغاز ديالنا الحمد لله راه خرجوه لكم الانجليز انرجي ساوند ملي ما عليناش دابا عندنا الفلوس عندنا الذهب وعندنا الغاز فابور ايوا المغرب ديك بلا مزيان المغرب دابا ملي عندها كلشي ثاني نخرج بشي كورمي تاع عندي ندير هنايا شي سنسله وشي خوات ما الله ان شاء الله دابا راه الكاميو جاي في الطريق في البحر جاي غيجيب لك الجولد
جولد انجو اللي ولي لاباس علينا، وعاد كم اخرى مشى ثاني، مشى السودان ولا ما عرفت فين، مشى في الحاره دي، مشى تما يجيب لنا ثاني. الحمد لله ولينا لاباس علينا. المهاجرون دخلوا المغرب صافي، دابا راه الخير موجود الحمد لله، الخير موجود. ثاني قال لك واحد خصمو شنو نعاودوها الثانية. فانا نشوف البرلمان، حتى نشوف البرلمان، تنشوف واحد البرلمان تيسال وزير الصحة، قال لي وزير الصحة راه السبيطار راه كريته، اسمو هذوك السكان ما خدامينش كاع، داكشي الماتيريال ما خدامش، وشنو هذا؟ وانا دخلت ثاني وديت بدي زيارة، وين هو ذاك الكلب؟ ذاك الكلب عرفت شكون هو الكلب؟ هو ذاك البراح الخلفي. نقطة نظام بوانت اوردر، فاك يو، ما عليناش بوانت اوردر، اش من بوانت اوردر؟ خليه بيني وبينهم، انت علاش دخلك شي سبوقات؟ لكن سبيكر الفوق ولا ذاك اسمه رئيس الجلسة، كي الفوق، ايوا البرلمان ما عنده، انت علاش دخلك؟ انت دايرينك سلوكي، العروبي هذا المجرم، مجرم، كان مجرم في الجامعة ملي كان تيقرا، سقسي عليه الدراري اللي قراو معاه، بلا ما نطول عليكم، زيد، قال لي هذا. قال لي حنايا سير خرج شوف، هذا الوزير تيقول، الوزير تيقول للبرلماني سير شوف السبيطارات اش عندنا، اش عندك؟ انا نقول لك مهنه ما عندك، ما نقول لك دراسي عاوتاني يعني اليوم وحنا صايمين، شفتوني ما خدت لا ما سيكار فهمتي، تنضحك اسمو الزواك عاوتاني ما عليناش. ايوا قال لي هذا تيقول للبرلماني خرج تسالى، قال لي تنبنيو شي سبيطارات، اخي المواطن، يا خوتي المغاربه، الله يرحم بها والديكم، اللي حداكم شي سبيطار تيتبنى كتبوا لي، ولا حداكم شي جامعه تيكتبوا، راه الوزير ذاك شنو ذاك الوزير ذاك الفقيه العثماني راه قال لهم بان غاد العام هذا غادي نبنيو 300 جامعه و 150 سبيطار. ايوا الله يرحم باكم، اللي عندكم شي حومه شي سبيطار ولا شي جامعه تتبنى قولوها لينا الله يرحم باكم، لان هذا الوزير ديال الصحه اللي ما بغاش يمشي بحالاتو، هو مسكين راه فيه بو صفير، خصو شكون يداويه. قال لي سير شوف اش عندنا، خرج تسارى، واش من خرج تسارى؟ واش ملي قد باع ديك الدار في مراكش، ملي قد في الملاح خارج من الملاح، تسمع واحد الدار طاحت اسيدي، ما كاينش لا اغاثه، نهار الدري تيجري مشى حتى لمارفين، شحال من كوميسيريا كاينه في مراكش، كاينه وحده ولا جوج ما عليناش، مشى حتى للكوميسيريا تيطلب فيهم، قال لهم ضربوا التليفون البومبيه راه الدار رابت. هو ذاك البوليسي قال لك ما يقدرش يستعمل التليفون، خاص يمشي يشوف الشاف. يوم مشى تيطلع من يدور من تما، وعاد خد كاسيتي وعاد رجع ليها قال حقا راني عيط للبومبيه، ايوا عيط للبومبيه شو الحل ديال الوقت. مشى تيجري حتى للكوميسيريا، ديهم الكوميسيريا حتى البوليسي ما دورش شو قسمين، بعد عيط للبومبيه والبومبيه ما جاو ثاني على شي 35 دقيقه، جاو البومبيه لقاو كلشي ميت ما عليناش. ودوك اللي وداك الدري اش دار مسكين، هز المراه وداها هو مسكين في تاكسي وداها داها سمو داها للسبيطار، يعني كاين سبيطار واحد مراكش فهمتي، بلا ما نبقى نقلبوا على سميتو، ما كاينش داها سيدي تما، داها نص ساعه وهي متكيه هذاك، وكاين الناس قبل منها وباقي باكين تما ما عليناش. واحد هذا واحد المراه تتولد وراجلها تيغوت في الدار مع السيكريتي، بونيه السيكريتي الدار مع راجل المراه، بونيه وهذا السيد قالها في السبيطار عباد الله، في السبيطار. هذا وزير الصحه تيقول للبرلماني سير وشوف بعينك اش غادي يشوف، الله، واش هذا منكر ماشي منكر اخوتنا المغاربه؟ اشوف دابا مابقاش خصك دابا تمشي للسبيطار، انا ما تنصحكمش، هز معاك واحد ديك ديال البيسبول، إذا معاك ديال تحت الجلابية ولا شحال، ودير معاك شي ما نقولهاش خطر، غادي يقول لي شنو هذا، دير معاك شي عكاز، دير بحال العكاز وفي ديك الطرف ديال الحديد لتحت، ديك الحديد باش هذاك، ودير معاك، غادي تدخل تما وجبد مع السكيتي هو الأول، بلا ما تسقسيه، ضربو يطيحو تما، ما تخافش عليه، إذا طاح راه يجيو داويو بالخف. عاد دخل للسبيطار، لأن تولي خطر دابا تضرب مع السيكوريتي وتضرب مع الفرمية وتضرب مع الطبيب، والطبيب ملي تلحق على الطبيب تلحق عيان، أش يدير لك؟ طاف تيقتل لك وتمشي بحالك صافي. إوا هانتوما تشوفوا دابا حنا دوزنا 15 دقيقة على والو، نتكلموا على واحد قال لي ركز، قال لك ركز على المواضيع، واش أنايا خدام معاك باش نركز على المواضيع؟ راني أنايا في البار تندوز الوقت.
ما عنديش الوقت باش نبقى نجي باش نسي الهموم ديالي مع الاخوان ديالي مع المروكي والمروكان والمورو ونسي الوقت ديالي وغنبقى نركز على موضوع. لا لا يا اخي ما بقاش وياك الفهمه، ديك الفهمه خليها لك انت الله يرحم باك، فهمتي يا اخي يا اخي المواطن. ولكن تحياتي لك، كتب عاوتاني كتب، راه ما تكتب. قال لي ركز على موضوع واحد ما فهمناش، واش انا بلا ما كدابش، انا هنايا في هذا البرنامج انت ما عندك ما تفهم، لان انا بكري ما فاهمش، لان الدوله ديالكم ما فهموليش. ديك النهار خرج لي واحد سيدي ناطق رسمي ولا الانجينيور ديال العمل ديال الدار البيضاء، تيتكلم و تينعس لديك القدره، قال لهم هادشي دي على السيمانه عاد خرج دخلت السوشيال ميديا الناس هنا القدره غادي تري ولا خصهم يديروا شي حاجه. علاش ما خرج داك اسمو داك عماره؟ قال لك اللوجيستيك، اي اللوجيستيك، اي شمن اللوجيستيك؟ نقول لك دراسي عاوتاني، اللوجيستيك وداك العمده وداك الاخر هذاك رئيس الماء رئيس الجهه، ياك ولد شبكه ولي ما عليناش. قلت لك ايوا ما خرجوش، صيفطوا لواحد المهندس واحد لو جرين تيقول لهم لا هذه هذه، تقاول تكذب علينا هنايا، القنطره غاتري باس، قلنا لكم النهار الاول. انا جاني الاخبار شحال هذه بان خونتو 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 في خونتو في سمو هذاك سمو الحديد، خونتو في الكاياس، خونتو في البوصلانه، خونتو في كل شيء. اش تقول لي اش تقول لي؟ باش واحد يقول داك يخرج شي واحد يقول لي ما عاد شنو ما عاد عبد المؤمن ولا شنو؟ لا مش هذاك، لا وخرج واحد المخوف المكلف بشي ديال اللي عنده الحقيبه ديال القنطرات وداك الشيء، خرج يتكلم حتى هو ديال جلابه زعما كي راه مسلم، تقود على الجلابيه ديالك تصد عليا كريره، القنطره طيح طيح، اعترفوا بالناس. وعرفتي باش كانوا غيديروا البلان ديالهم؟ اش كانوا يديروا؟ كانوا غيديروا داك البياج، الا شفتوا في الاخر ديالها وفي الاول ديالها راه كان البلايص ديال البياج، بغا يديروا البياج على 300 متر ديال القنطره، بغا يديروا البياج. شوف اش كانوا معولين ساعه ملي تشوفوا تشوفوا من قلب بياج لا والو ولا قنطره حتى هي غير انت تشوف هذا، انت شوف هذا التخربيق اللي واقع عندنا في المغرب. وواحد اللي كتب لي قال لي ركز على الموضوع، اش تركز على الموضوع؟ واش انا خدام معك باش ندخل نركز؟ سيدي بغيت تركز هذا وانت تشوف عباد الله قانون الله يرحم باكم. وتحياتي الاخوان اللي كانوا يصحابوني مت، لا ما متش اخويا مازال، الموت في يد الله، انا ما خايفش من الموت، ما خايف من حتى شي واحد يمشي يقولوا قال لي واحد ما عرفتش شكون اللي معين اخنوش والعالمي وطالب وما عرفتش كيف داك اسمه هذاك التوفيق لا اوقاف، قال لك راه شكون اللي معين؟ راه الملك اللي معين. سيدي ما حنا قلنا الملك يعين اللي بغى، الملك انا عارف انا متيقن بان الملك عين هذوك باش يخدموا، فهمتي؟ انا عارف هذه 100% بلا ما نبان هذا الملك تيعين الناس باش يخدموا، ولكن دوك القحابي تيعين الملك ما تيخدموش. فلهذا انا كمواطن وانت كمواطن هو كمواطن ونحن كمواطن وهما كمواطنين عندنا الحق باش نقدوهم ونكريتيكيو، فهمتي؟ صافي. احنا ما قلنا احنا ما قلنا احنا قال لك الملك، احنا ما سوقنا، احنا الملك وي دون نيغوشييت باور اوف ذا كينغ، هذه خليها خليها في الطريق، ما عندنا ما عندنا مع والو. فهمتي؟ انت لا بغيت ديروا سبه ديروا سبه، انا ما نديروش، بعيد عليا. هو يعين وانا نسب، هو يعين وانا نسب، ايوا صافي. اذا ما خدموش نسبوهم صافي، هذا الحل واحد، هذه الديمقراطيه. تقول لي عينوا الملك، واش انا جينا انت تسمعني نتكلم على اليزابيث؟ ها؟ تسمعني نتكلم على اليزابيث؟ تسمع شي انجليزي تتكلم على اليزابيث؟ ما تسمع والو. ها؟ ايوا انت شتي؟ علاش بقا تصدع نصدع راسي مع الملك؟ لا الملك خليه ترونكيل، الملك غادي يعطي هذا باش يخدم ولا ما خدمش يمشي يقوض. حنا قلنا له النهار الاول اللي ما بغاش يخدم هاد الدوله ولا هاد مشي لا لا هاديك الدوله مشي انا لا انا الدوله ديالنا اللي ما بغاش يخدم يمشي يقوض. ما كاينش تقول لي حسني الملك واش الملك واش انت كوليا؟ ها واش الملك جبتي البيتون وحاطو تحت القندره باش تقول لي تقول لي حاطني الملك؟ سير تقوض الله يرحمك، خدموا ولا قوضوا، هذه ما فيها سامبل بلاين انجلش ولا العربيه بقى. فهمتي؟ ما كاينش الضحك، تصدعوا لي راسي الله يرحمك، لا ما بغيتش نتقلق نهار الحال، فهمتي؟ يعني انا حتى الاثنين خصي يكون اون فورم، فهمتي؟ فهمتي؟ شوف انا حتى الوقت ما بقاش علي ندير لكم الطربوش عاوتاني، اش باقي شي حاجه نتكلموا عليها؟ قال لي واحد قال لي واحد نشوف واحد واحد الدري اسمه تقول له كاميرا خفيه ولا كاميرا ماشي خفيه، الدراري مساكن يخرجوا في الحي الحسن، لا ماشي حي سفاسفه
سفاس فوق سفاس ما عرفت اللي الفلسفة ولا ما عرفت شي دبلها ملا في في كان داك الكاري يعني الحجر ما عرفت يعني كنا واحد سيد الحسني ولا تخربيق بالك تما قال لك مشاو تيفرقوا الفلوس المرا مسكينه كاع مخيط انا جوج تيوات تيو لا تيو انا عندي بحال يجبدوا الغاز من لا عندي المريضه مسكينه ما عندهاش باش تيو خصها 140 درهم شاك فوا تمشي تبدل ديك الفاست ما ويسرحوا التيو مسكينه ما عندهاش فلوس وساكنه بيت واحد هي وشي مره اخرى اختها ولا شي ما عندهمش مسكينه عاد مشى مسكين عمر لهم جوج كفافي قال لها رمضان مع المول الحانوت مع المول الساكا وعمل لك مول الساكا الحمد لله يزيدوا في الثمن عمر لي فيه عمر لي خرج لي قفه وداها لي ودور معاه واحد 30000 ريال بسبيل الله بسبيل الله ايوا شتي هادو هذا بوحدو مع صاحبو دايرين حسنات وواحد دير لك بواحد هذا تقول لهم نتوما لاندلورد تكري ديور والله حرام 60 متر كاري داير فيها 8 البيوت وكابينه واحده فين هذاك المراقب ديال السكن ديال العماله ديال السفاسفه ولا السفاسفه ولا ما شنو تقول لا واش هذا ولا سردين تم السردين عن قبل المراقبه الاوروبيه خصو يكون ناعس مزيان قاد هذا وانتم في المغرب بنادم مخلي واحد يدير كابينه ديال 8 ديور هزو في الرياض قاعد يقول لي زي ميغراع وهز ساكنين هذا 8 البيوت في 60 متر كاري 60 ديفيزي باي 8 شحال 8 في 8 هي 68 ما كناش كاع انا ايوا انت تشوف عباد الله وما كاينش المراقبه مراقبه الصحه مراقبه هذه والو وهذا المول لاندلور هذا نقولوا هذا المعمار اش تقولوا انتم تكري اللي عنده ديوتي تكري عباد الله والله حرام ديال السيبه ما كاين لا مراقبه لا والو المقدم مشري كلشي مشري من دي واحد ثاني بعد كذا شي حاجه مواجهه ولا الجهه ولا واحد القناه شي واحد ثاني قال لك بو كوير لو بو ما شي حاجه بو كوير واش تبيع الجلد جلا تبيع الجلد واش على حقر عليه شي واحد عنده باقي كان مراقب ولا انسبكتور ولا شي مقاطعه ولا ايوا عنده ديك الدار وجا تيحقر عليه قال لك تيلع عليه المقاطع كاع خرج لي على الجلد كله وتيريب وهذا وتيفرقع الشراجم ودعاه وربحو والو ودعاه ثاني ووقفوه من العمل وبقى عنده الطوموبيل سيرفيس قال لي انايا انا تنحكم ودي ملي تمشي للمحكمة يدخل ديرك عند الجوج تتكلم معاه عاد يرجع يشد السيرفيس ويدخل يحكم عليه الجوج هذا ماشي تاغي حكم عليه المحكمة وما حكموا عليه واقيلا وخرجوا للسريح المقاتل ماشي نقول انتوما وبقى مازال تيجي يهدد فيه وكلشي فين هي العدالة وفين هي وزير الداخلية وفين هو فرنسا باقي فرنسا مازال ما جا لكن واه خلينا الله يحب بقى بدات نير فيها واه انتم طلعوا يد مكر يلاه قول واه جولي هاد المشاكل هادي تخرب تطلعوا يد من راسي الله يرحم بكم دي يلاه سيروا إخوة المغاربة أنا جيت لكل ماني ما جيت ونشوفكم إن شاء الله قريبا فهمتي من بعد الزواق ورك وعاود كرك وما صداش لي راسي باقي سبسكرايب.